شهد حفل أنغام الأخير في السعودية مفاجأة من الطراز الكبير للفنان المصري أنغام بعد تعرضها لموقف محرج أثناء وقوفها على خشبة المسرح. وقام أحد المعجبين صارخا قائلا للفنانة المصرية: بحبك بحبك تتجوزيني. لكن الفنانة التزمت الصمت وابتسمت ولم ترد عن المعجب لحظات حتى تعالت الأصوات المنادية بغناء أغنية أكتب لك تعهد، وهو ما دفعها إلى الرد عليه بالقول: حنكتب التعهد دلوقتي. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.